بإذن الله أعصاب، عضلات، حرق دهون، تقوية القلب، الكلام ده كله 10 تايمز. نبدأ. طيب قبل ما نبدأ يا ريت نتابع الحلقة الأولى من سلسلة الإعداد البدني، هو تمرين البوش أب لوحده، تمام؟ لأن تمرين البوش أب لوحده يا شباب زي ما خدنا الحلقة السابقة، تمرين البوش أب لوحده يا شباب هيفيدنا في الأنواع اللي احنا هنشرحها النهاردة. نبدأ بسم الله. أول نوع وهو اسمه سايد تو سايد، أوكي؟ هنعمل البوش أب وهنغير اتجاهات اليدين. اوكي بسم الله. يا شباب وضع البوش اب بتاعي، تمام؟ اهوت هنزل واحد اهو بوش اب ها 1 واطلع، بعدين اضم ايدي واروح على الجانب الثاني بالشكل ده وانزل بوش اب ثاني واطلع ها اضم ايدي وافتح وبوش اب. بعد ما فهمنا التمرين نعمله بشكل سريع. الجانب اليمين والجانب اليسار، شوف الحركة بالشكل ده اهو ده شباب. الزاوية ديت اهوت هنزل ده النوع الاول يا شباب اسمه سايد تو سايد، هعمل البوش اب يمين وشمال. النوع الثاني يا شباب اوكي وهو احاول اسحب ركبتي او رجلي وده البوش اب بتاعي اوكي وانا بنزل بوش اب اهوت للاسفل هاخد ركبتي اليمين قدام بالشكل ده وهرجع ورا. النوع الثاني نفس النظام، القدم الاخرى اهو 1 2 3 بوش اب سكوات يا شباب اوكي اهوت وضع بوش اب هنزل بوش اب 1 اول ما اطلع هاخد رجلي القدمين اوكي بالشكل ده لقدام بالشكل ده بعدين هرجع ورا وضع البوش اب ها وانزل بوش اب واطلع بوش اب وعلى طول سكوات ها بوش اب سكوات ها بوش اب سكوات. هعمل البوش اب يا شباب بوضعية المرونة اوكي هكون فوق بالشكل ده هنزل للأسفل اروح للأمام واطلع للأعلى بالشكل ده وارجع تاني انزل للأسفل وارجع. وده البوش اب يا شباب اوكي هخلي قبضه ايدي في الارض تمام والايد اللي فيها القبضه يبقى الرجل اللي بتوزيها اوكي هرفعها للاعلى بالشكل ده ما ارفعش قوي ووسط ميل وهنزل 1 2 3 من هنا يا شباب اهوت قبضه وده البوش اب بتاعي ورافع القدم وهنزل 2 3 نعكس نعكس اليد يعني نخلي اليد اليسرى هي على القبضه ونرفع الرجل اليسرى وده البوش اب اهو ده شباب مستميل خلي ايدي شباب تعمل اب اند داون بالشكل ده اهوت بالشكل ده وانا في البوش اب اهو يا شباب وده البوش اب بتاعي ايدي ورا تمام
ايدي بالشكل ده. اوكي، وهميل على كل جانب اهوت. واحد هطلع، اثنين واطلع، جمب. اوكي، هذا البوش اب، وان وقفز هو. بعدين يا شباب نفس الطريقه دي ونفس النوع ده ممكن نعملها وانا بد جمب اسقف في الهواء. نوع تاني يا شباب من الضغط نعمله بالهاند ستاند. اللي حس بصعوبة يا شباب ان هو مش هيعرف يعمل هاند ستاند بالطريقة دي، ممكن يثبتها بالطريقة التانية كالدايركت بالشكل ده. ونكمل اوكي.